السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني وأخواتي وأهلا ومرحبا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى تكونوا جميعا بخير. نكمل اليوم الجزء الثاني من الحديث عن موضوع سلبيات وإيجابيات الهجرة إلى كندا. عملت الجزء الأول إذا أنت مهتم، تحدثت عن موضوع إشكاليات التعيينات والوظائف والعمل وأصحاب الشهادات والأطباء المهندسين الجايين من الخليج، حكينا عن تحديات المدارس، حكينا عن تحديات أجندة الشذوذ بشكل عام، حكينا عن موضوع الصرف المال وبعض التحديات بالجزء الأول. اليوم بدي أحكي تخصيصا عن موضوع التربية الدينية واحتمالية ضياع الأولاد وعن حالة الطقس بناء على الأسئلة اللي إجت. إذا تكرمتم جزاكم الله خير، بس فقط تأكدوا لي أنه صوتي مسموع، صوتي مسموع والصورة واضحة. بهمني الصوت بشكل أساسي، الصورة مش مشكلة. يعني اللي عنده صورة مهتزة مختلة ما في مشكلة، المهم صوتي، هل هو صوتي واضح؟ أنا بدي أمشي وأنا عمالي بتحرك. الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله. فأرجو أن يؤكد لي شخصاني على الأقل بأنه صوتي واضح حتى نتم بإذن الله. حياكم الله جميعا، جزاكم الله خير أخت آمنة و أخ أحمد. طيب تمام، الله يكرمكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اليوم جزء ثاني أخوي أخوات، كما قلت البثوث اللي بقوم فيها أنا غالبا مش زي ما أنتم شايفين بث لايف، وفيه استثمار وقت بعض الأحيان إنه إنسان مضطر عم بيقوم بأعمال وعم بيسوق السيارة بين مكان ومكان فيستغل هذا الوقت. لذلك هو ليس تسجيلا وليس كلاما على قلم ورقة تحضير، بقدر ما هي عبارة عن دردشة خبرة وعفوية لمن أحب أن يستفيد. لذلك يا أخوة يا أحب، هذا بث لايف، وبث اللايف للإنسان الأكاديمي واللي ببث لايف والناس تدخل وتطلع بيكرر بعض الأمور بهدف أنه يبقي المعظم مطلعين على معظم التفاصيل. فالمستعجل الله يكرمكم ويبارك فيكم، واللي ما عنده وقت ما يتابع وما ضيع وقته ويسمع بعدين إن أحب. تجي بعض الأحيان تعليقات سلبية بستغرب من مصدرها يعني أو من طريقة التفكير. فأنا إنسان أحب التكرار لأني معلم، أنا مهنة التعليم والتكرار دائما بثبت المعلومة، زائد لايف بدخل ناس كثير على يعني بدخلوا جدد ما بيكونوا عارفين شو اللي صار. قبل أيام للي حب يتابع، قبل أيام قمت ببث تحدثت فيه عن سلبيات وإيجابيات الهجرة إلى كندا. تحدثت عن عناوين رئيسية من ضمنها تحديات القدوم، موضوع خلينا نحكي أجندة الشذوذ في المدارس العامة، تحدثت عن موضوع خطورة التعامل مع المدارس العامة وعدم وجود البديل، تحدثت عن موضوع العمل والأشخاص اللي جايين ومعهم تحويشة، الأشخاص الجايين اللي معهم تحويشة والأشخاص اللي معهم شهادات عليا بمهن احترافية مثل الأطباء والمهندسين، المعاناة اللي بيعانوا منها، تحديات الصرف و غلاء الأسعار، الفرق بين المناطق، يعني بما فتح الله. كما قلت مش موضوع قلم ورقة. اليوم نفس الشيء بدي أتم من 600 تعليق اللي إجت، وسبحان الله أنا ما كنت متخيل إنه الناس رح تتفاعل لهالدرجة، يوصل حوالي 200,000 أو 180,000 مشاهدات. على كل حال مهتمين اليوم بدي أعمل تركيز فقط على قضيتين فقط. المهتم بالتفاصيل يرجع، عفوا ما تم يرجع للجزء الأول. اليوم بدي أعلق على موضوع تحدي التربية الدينية واحتمالية ضياع الأولاد إذا ما كنت مخطط عند مجيئك هنا لثلاثية، أنا دائما أسميها ثلاثية البيت والمدرسة والمسجد. لكن قبل الحديث عن هذه الثلاثية وبعد ذلك بدي أختم بالحديث عن إن شاء الله، طبعا إن أحياد الله سبحانه وتعالى، بدي أختم بالحديث عن الناس. على فكرة الصبح بيكون بعضهم مصروع كله بالسرعات، تقول تشوفوا حوالي الناس كيف عم بتسوق، لا إله إلا الله.
بكون لو سمحت أختم بالحديث عن موضوع الطقس، ولكن في المقدمة في معلومة مهمة يا أخوة أحبة. أنا قلت في بداية الحديث الأول أني أنا ما بدي أناقش الناحية الشرعية لناحية الهجرة للغرب من عدمها، ذاك موضوع ضخم وإله تفصيلاته الضخمة الضخمة، واللي حابب يستمع لبعض التفصيلات بنصح تسمعوا موقع السبيل والأخ أحمد دعدوش والنقاشات حول هذا الموضوع. لكن بدي أنبه فقط لجزئية بسيطة، عم بلحظ على بعض الإخوة والأخوات، الله يسامحهم الله يغفر لهم ويرزقهم حسن الخلق وجزم الإعذار، اللي بتفلسفوا على كثير من الناس دون أن يعرفوا ظروفهم. يا أخوة موضوع الهجرة، الناس ظروفها مش زي بعض، لا تجلس على الكنباية أو الأريكة تحط رجل على رجل وتعمم بالحكم على الناس. في عندك ناس مضطرين للهجرة، والاضطرار له أسباب والتفصيلات، ومش كل إنسان مطلوب منه يقدم تقرير لكل أحد في الدنيا عن أسباب هجرته. هناك أسباب أمنية، هناك أسباب سياسية، هناك ملاحقات، هناك من رؤوسهم مطلوبة، هناك من يعتدى على عرضه وعلى ماله وعلى نفسه وعلى أهله. طبعا هاي الأمثلة الواضحة الكبيرة جدا جدا، مثلا مثل سوريا، سوريا طبعا هو أكبر مثال واضح جدا، وهذا بينطبق جزئيا على بعض المصريين وبينطبق جزئيا على بعض الفلسطينيين بحسب أماكن عيشهم. يعني المعاناة اللي بيعانيها بعض الفلسطينيين في لبنان مثلا وبعض دول الخليج، واضطراره للسفر حتى لو كانت مادياته مليحة، وفكرة التعليق، مش كل إنسان، يعني كم من الناس يعلم بمعاناة أهل غزة على سبيل المثال. الغزاوي ممكن يكون بإحدى دول الخليج له 30 سنة، أقول لك 40 سنة، يعني لو 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 ببلد ثانية كان يمكن صار رئيس وزراء فيها، واشتغل وعمل وسوى، وكأربعين سنة ممكن بليلة ما إلها ضوء قمر زي ما بيقولوا بليلة، ومزوج بناته وولاده وعنده شركات ومؤسسات وخادم، انتفع نفع وانتفع، بدفع ضريبة وبشغل ناس وشغل عشرات ومئات العائلات بليلة بسين من الدول الخليجية كلكم تعرفوها، بغض النظر من دون إبداء الأسباب، وهو نفسه مش فاهم ليش، ترحيل مباشرة. حالة الرعب اللي بعيشوها كثير من السوريين وكثير من المصريين وكثير من العراقيين، اللي بأي لحظة الآن نتيجة النزاع والحقد الطائفي اللي بيندبح وبينقتل على الهوية وعلى الاسم وعلى الكذا، وكثير من الفلسطينيين موجودين في سواء ببعض دول الخليج أو بصعوبة مثل لبنان. هذه التفاصيل يا أخوة اللي ما سافر وما اختلط بالناس ما بيعرف شو بصير فيهم هذول الناس. على كل حال هذا جواب بجاوبه، لأنه كنت ألحظ من مئات التعليقات بعض قلهم لكن بجرحوا كثير لما يعلقوا على هالمساكين، بيعطوا تعميمات سلخ على الإطلاق، ما هو لأنه لا يجوز لأنه إلى آخره. تم تكون عارف أنك أنت بأي لحظة أموالك وعرضك يعتدى عليه بساعات من قبل بعض الأجهزة في بعض الدول، فهدوا شوي يا إخوة يا أخوات، و لا تتسرعوا تكسبوا إثم الناس. على كل حال أرجع لموضوعي، موضوعي اليوم هو الآن أركز عليه تحديات ضياع الأولاد وموضوع التربية الدينية. أخي الكريم، أنت إما أن تكون مجبر على القدوم إلى كندا أو تكون مخير، من هون بنبلش؟ إذا كنت مجبر إلك وضعية، وإذا كنت مخير إلك وضعية. مجبر أقصد تكون من مثل الإخوة السوريين مثلا، تخصيصا اللي عم بيستنوا قرار الأمم المتحدة، بيكون قاعد في بلد معين حسب المكان اللي هاجر له جزئيا، ومصنف في لائحة الأمم المتحدة إنه لاجئ سياسي أو لاجئ أمني أو لاجئ إنساني، بعرفش تفصيلات تسميات يعني، بس أعتقد لاجئ سياسي ولاجئ إنساني أظن. فبكون عم بيستنى، فجأة بيتصلوا فيه الأمم المتحدة بيقولوا له إجا موضوعك بالهجرة،
وين على نيوزيلندا، وين على كندا، وين على استراليا، وين على ما بعرف تفصيلات، لكن هذا بالعموم اللي بعرفه. فبدي افترض، ها ركز معي، بدي احكي مع الان الفئه الاولى، انت عم تسمعني من النوع اللي قاعد عدم المؤاخذه عم تستنى الامم المتحده يتصلوا فيك ويقول لك على الطياره، فانت كان الله في عونك مش مخير. وبدي احكي على كندا فقط، لو بدك تروح على نيوزيلندا ما بعرف، بدك تروح على استراليا ما عندي تفصيلات. لكن لو بدك تيجي على كندا وانت مجبر على المجيء، فبدك تعرف شغله، الاجبار على المجيء هم بيحددوا لك المكان اللي تعيش فيه. ها ركز معك، وخاصه حد علمي في السنه الاولى والثانيه، يعني ما بيجبروك لاكثر من سنتين، حد علمي. اذا في تغير التعليمات واصبح هناك اجبار على المكان موضوع ثاني. طب ليش بيجبروا على المكان؟ عندهم خططهم لتغيير موضوع التوزيع السكاني. بالنسبة له جايبك كمهاجر أو لاجئ جديد، بده يستفيد منك كعدد، بحطك في المنطقة اللي هو بيعتقد بناء على ترتيباته أنه بحاجة لوضع سكان فيها، يحركوا المنطقة كذا، بغض النظر بالأخير بلده هو عم برحب فيك كمهاجر أو كلاجئ وأنت لاجئ. ها اللجوء طبعا له أحكامه، بيختلف تماما عدم المؤاخذة عن اللي بيجي مهاجر بغير اللجوء، يعني جاي إما مستثمر زي الكثير من الأخوة العرب المسلمين اللي بيجوا من دول الخليج، أو جاي بعقد عمل زي أنا قدمت إلى كندا بعقد عمل، يعني أنا عرض علي عمل، فعقد العمل هو اللي دخلني إلى كندا، فهذا خط وهذا خط وهذا خط، فأنا جئت بعقد وظيفة، راتب، بدفع ضريبة، أموري من البداية، أنا اخترت وين بدي أجي، اخترت وين بدي أجلس، اخترت شو بدي أعمل، اخترت كل اختيارات بناء على اتفاق وعقد، أخذت إجازة من جامعتي وجيت بناء على عقد. هذا وضع يأتي فيه ناس. وضع ثاني يأتي زي ما قلنا مستثمر. وضع ثاني، الآن بنحكي على المهاجر المجبر وصورته اللاجئ السياسي أو الإنساني. أول شيء ما بتختار مكانك زي ما قلنا، وما بتختار كثير من ظروفك. طب إن كنت من هؤلاء فبقول لك أنت في أمامك لما توصل، طبعا من حيث المبدأ وضعك المالي بيكون بقضية متواضعة، يعني هو مريح نسبيا، تاكل وبتشرب وتنام، وفي الأغلب إذا عندك أولاد والمدرسة راح تروح على المدارس العامة، فأنت تحت خطر الببليك سكول والمطار سكول من ناحية زي ما حكينا موضوع العلاقات والناحية الجنسية وموضوع الشذوذ والقصص هاي كلياتها. فأنت على الأقل بنصحك ها بموضوع الثنائية، لأنه الثالثة مفقودة منك، اللي هي أنا بحكي عن ثلاثية إيش؟ ثلاثية بيت ومدرسة ومسجد. أنت المجبر عندك سنتين، خلال هالسنتين حافظ على الثنائية حتى تأخذ قرار وين تنتقل، مش هصير عندك الثلاثية. ثلاثية بيت مسجد مدرسة، ركز معي. شو اللي المقصود فيها في الثنائية؟ الثنائية أرجوك عد للعشرة قبل ما تتفاقم الخلافات بينك وبين زوجتك، أرجوك. إذا أنت متعود على الخلافات والصياح والصراخ والمشاكل وعدم الاحترام بينك وبين زوجتك لأي سبب ثقافي اجتماعي شخصي، عد للعشرة وغير نفسك، لأنه ركن الهدوء النفسي والتربوي والعاطفي والمعلوماتي في داخل البيت هو إحدى ضمانات البشرية بعد فضل الله من أنه ابنك ما يضيع وبنتك ما تضيع. والنقطة الثانية المسجد. طب انت اذا اجبروك ممكن جدا طبعا فعلا ما تكون تلاقي مسجد، لكن ان وجد فابذل جهدك قدر الاستطاعه تكون قريب، او اسعى انك ترتبط ولو بالاضافه لصلاه الجمعه لمره او مرتين في المسجد. طب ماذا لو حطيت في ظرف ما كان عندك لا مدرسه ولا مسجد، اقصد مدرسه اسلاميه، لا حول ولا قوه الا بالله، كان الله في عونك، عوض في البيت بما تستطيع، زاد عندك خيار شيء اسمه الهوم سكولينج، التدريس المنزلي. ما بلومك اذا كنت لاجئ انساني ومجبر، لانه اكيد مش راح تعرف كل هالتفاصيل ولا تعرف شو يعني هوم سكولينج ولا كيف تسويه، كان الله في عونك، انت الان اصلا ببلدك عم تتدبح، واصلا الله اعلم وين كنت، فخطاب يمكن ما يكون كثير موجه لك، لانه انت بحالات كان الله في عونك فيها، بس على الاقل بقول لك بقي عندك ركن اللي هو بيتك. يعني فقدت المدرسة وفقدت الكذا، ممكن ربنا يبعث لك كمان يكون المجتمع اللي رحت عليه إلى حد ما في المناطق شوي منعزلة يكونوا محافظين،
ما دخلهم لسه التشويه الكثير جدا في بابليك سكول، وتقدر الى حد ما تتعاون الى اخره. لكن البيت، برجع البيت، ها هذا عم بحكي للمهاجر الانساني المضطر اللاجئ اللي تسكرت في وجهه الى اخره، بقول لك البيت، البيت في عندك ممكن تعمل حوالي 50% من المشكله تحلها يا اخي الكريم، على الاقل 50%. الود، العطف، الوقت النوعي. بعدين دير بالك انت كلاجئ بالاصل بدفعوا لك، خاصه اذا عندك اطفال، فانت عندك الفرصه. ها ركز معي، صحيح في ايجابيات وسلبيات، لكن من ايجابيات وجودك كلاجئ انساني انه في الفترات الاولى بدفعوا لك كل شيء، بدفعوا لك بدل السكن، بدفعوا لك بدل طعام، بدل شو، في عندك وقت اللي هو بفقدوه الاخرين كلهم لانه بدهم يشتغلوا. غاليه جدا كندا، انت في البدايه في الاغلب لست ملزما بالعمل، بخيروك طبعا وبيعطوك سماح للعمل، لكن انت عندك تايم، عندك كواليتي تايم، فبامكانك تركب المواصلات وتاخذ ابنك لاقرب مسجد حتى لو ركبت مواصله ومواصلتين. فبدير بالك على كواليتي تايم، قربك من اولادك، اتفاقك انت وزوجتك على التربيه، الهدوء، عدم التوتر، عدم استخدام العنف اللفظي والجسدي بينك وبين زوجتك او بينك وبين اولادك. لا تقول لي متعود في البلاد وانا هيك وكذا الى اخره، انا بقول لك ابشرك والعياذ بالله من باب التحذير، هاي بقولها، انه اولادك رح يروحوا منك. فادير بالك. خليني احكي الان، اخاطب الناس اللي قدرتي على اني اخاطبهم اكثر، اللي هم مخيرين. يعني انت الان مضى عليك السنتين اذا كنت لاجئ انساني او جاي مخير، ارجع للمنطقه الاولى، الجايين هم مخيرين، فاهم حاله وين جاي، عماله بيختار، وعنده فلوسه او عنده عقد عمله او عنده تحويشته او عنده اللي بدك اياه، لكن مخير، فاجى اخذ قرار. فنقطتي يا اخي الكريم، كندا بلد واسعه ضخمه جدا، المسلمين موزعين فيها باماكن عديده، معظم الولايات، وفي مناطق تجمعات. اكبر تجمع للمسلمين في ولايه اونتاريو اللي انا بحكي معك منها، أكبر تجمعات المسلمين والعرب من المسلمين في منطقة اسمها الجي تي اي، Greater Toronto Area، منطقة تورنتو الكبرى. اللهم صل على سيدنا محمد. منطقة تورنتو الكبرى وتخصيصها مناطق ميسيساغا، أوكفيل، ميلتون، هاملتون، هاي موجود فيها تجمعات للعرب والمسلمين. فإمكانية وجود المدارس الإسلامية وإمكانية وجود المساجد، يعني منطقة ميسيساغا اللي أنا عايش فيها، بدون مبالغة إذا بتطلع بسيارتك بدك تصلي صلاة الفجر على سبيل المثال، فجر على سبيل المثال، ممكن بمتوسط سواقة 5 إلى 8 دقائق تلاقي 5 إلى 8 مساجد. في موجود طبعا، مش كل هيك، في مناطق تجمعات للمسلمين أخرى، مثلا إدمنتون في ألبرتا، كالجري في ألبرتا على سبيل المثال، أقل منهم بشوي هاليفاكس بأقصى شرق كندا، موجود تجمعات لا بأس بها في منطقة فانكوفر في أقصى الغرب. طبعا هاي بتبحثها، بس بقول لك أول شيء إذا أنت مخير فاعلم أن وجود الإسلامي في معظم الأماكن موجود، لكن تجمعاته الكثافة بيختلف. أعطيتك مثال جي تي اي، اونتاريو، ميسيساغا الى اخره، اذا كنت مخير وقاعد تختار على مزاجك لانك جاي تعمل بزنس ومعك كذا، هذه واحده. طب ليش هذا مهم؟ مهم نرجع اللي حكيت لك عنها، اللي انا سميتها اللهم صل على سيدنا محمد، اللي انا سميتها، خليك معي شويه، ايوه، أنا سميتها الثلاثية. ركز معي الآن أخي الكريم، الثلاثية، ثلاثية البيت والمسجد والمدرسة. الحياة هنا بالإضافة للضغط المالي، في ضغط فكري وتحدي ضخم جدا جدا جدا، في ضغط الببليك سكولز اللي كل العالم صار تعرف فيه، اللي هو بشكل عام الأجندة الليبرالية ضاغطة بشكل كبير جدا، وبشكل عام أجندة تعرض الأولاد لتقبل كل فكرة الشذوذ والعلاقات الجنسية المنفتحة. هذا الموضوع الآن من أخطر الأمور اللي بيعاني منها مش المسلمين بس، دير بالك، المسلمين والمسيحية المحافظين واليهود المحافظين
وأي مجتمعات أخرى محافظة من غير أسباب الدينية، لكن يروا في مشكلة الانفتاح الجنسي كارثة بالنسبة لهم. هدول كلهم عم بيعانوا من البابليك سكول، مش فقط المسلمين، المسلمين جزء من اللي بيعانوا ترى. بس المسلمين بيختلفوا عن غيرهم انه حجم الكلاش اللي عم بيصير بينهم بين كذا اعلى واقوى، وعم بيطلعوا على الاعلام اكثر، لانه طبيعة التحدي عندهم بيختلف، انه السبب الديني بارز جدا عندهم، فبالتالي دايما بيجادلوا بالسبب الديني، فبروز عنصر الدين في الجدال عالي. على كل حال، فانت ما دمت مخير اخي الكريم اختي الكريمة وتملك القدرة على اختيار المكان، فانت عندك خيار. كندا فيها 2 مليون مسلم، في منهم بمنطقة الجي تي اي اللي انا موجود فيها حوالي 850 ألف، تخيل. منطقة الجي تي اي لوحدها، عرب لوحدهم فوق 250,000، عشرات المساجد وعشرات الكذا. طيب شو اعمل؟ البابليك سكول اسهل، مجانا، الفاسيليتيز او التسهيلات اللي فيها اعلى طبعا، ميزانيات اللي تنعطى. انا احكي لك المقاطعة اللي انا فيها هاي اللي هي اونتاريو، مقاطعة ميزانية التربية والتعليم فيها لسنة 2000، والله قرأت واستخدمتها في خطبة الجمعة قبل كم من شهر، نسيت والله، 2019 و2021 مشان أكون دقيق، يعني قبل إما سنتين أو ثلاثة. ميزانية التربية والتعليم مقاطعة أونتاريو 21 مليار دولار، بس مشان تشوف حجم الاستثمار، يعني بمعنى 100% البابليك سكول أسهل، أحلى، أكبر، عندهم ملاعب، بعض الأحيان مسابح، بعض الأحيان جامعات كبرى ما عندها اللي عندها المدارس الحكومية. ففتنة رغبة الأولاد بالذهاب إليها كبيرة طبعا، 100%، يعني هذا ما بيشك فيه عاقل. لكن أنا بقول لك إحنا عم نحكي على حفاظ على الأولاد تدينا من الضياع. عندك ثلاثية: بيت، مدرسة، مسجد. الأساس البيت حكينا عنه قبل شوي، علاقاتك بزوجتك أعد النظر فيها، مشاكلك الشخصية، صياحك، أنا متعود أمد إيدي، أنا متعود على اللهم صل على سيدنا محمد، متعود على موضوع بصيح، بضرب، بشتم، بعمل، بس هذا كله تبدو يتغير، لأنه هذا عبارة عن دمار داخلي في داخل البيت، بحسيس ومشاعر، بداية موضوع التفلت. العنصرين هذا اللي حافظنا على البيت هي مسك من 30 إلى 50%، 25 25 30 30 بتروح لوين بعدين؟ مدرسة ومسجد. مسجد صلوات الجماعة ما استطعت لذلك السبيلة. مساجد في الغرب تختلف عن المساجد في بلادنا تماما. مساجد في بلادنا أماكن صلاة وخطبة جمعة، نقطة. بعض الأحيان ببعض البلدان بيسمعوا بحلقات تحفيظ القرآن، وانتوا شايفين على 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 يعني تشديد، وكثير من وزارات الأوقاف في العالم العربي بيفتح قبل الصلاة بسكر بعد الصلاة. مساجد هون عندنا بتختلف تماما. مساجد في الغرب تكاد تكون، بالذات في شمال أمريكا، شمال أمريكا وبريطانيا إلى حد كبير، لكن شمال أمريكا أقصد فيها الولايات المتحدة وكندا، المساجد تكاد تكون أقرب مثال للمساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه المسجد عبارة عن كل البرامج اللي تخطر على بالك في الحياة موجودة فيها، فهو مركز إسلامي ومسجد. فطبعا الصلوات تقام فيه، قيام الليل، التهجد، العقيقة، العزيات، حفلات كتب الكتاب، الأعراس طبعا الملتزمين بدون اختلاط رجال ونساء، اللهم صل على سيدنا محمد، فرح، إكرام للناس، عزايم أكل، إشهار إسلام ناس اللي دخلوا بالإسلام جديد، التقاء بالسياسيين، محاضرات عامة، كله في المسجد. يعني أنت المسجد يعني يكاد يقوم بعمل 4-5 مؤسسات اجتماعية ضخمة جدا في حياتنا، بتقوم فيها بدولنا وزارة الشباب ووزارة الرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة كله في المسجد. يعني دورات تدريبية، حلقات تحفيظ، قيام، استقبال، سياسة، خطابات عامة، كلياته في المساجد هنا. فأنت لما تربط ابنك في المسجد عمليا ربطته في مجتمع متكامل محافظ يدور حول موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، التدين والالتزام والأخلاق. الآن المدرسة الإسلامية أنت ونصيبك في تحدي. مدرسة الإسلام ما بقول ما في تحدي، في تحدي إنه بعض المدارس عليها
دور تستنى سنتين وثلاثة ليقبلوا ابنك بسبب الضغط. في تحدي الرسوم، في ما بقول ما في تحديات أنا، لكن نفس الوقت أنا مر علي ناس بيشكوا من رسوم مدارس إسلامية، مدارس إسلامية، مدارس إسلامية، مدارس إسلامية، وبتفاجأ لما أعرف إنه من تفصيلات حياته إنه بجدد سيارة مرته كل سنة، وسيارته بجددها كل سنة، وسيارته ممتازة، وبدفع فرق تجديد السيارة بشان برستيج الاجتماعي بما يعادل تماما دفع الأقساط للمدرسة الإسلامية موجودين. فبالتالي يعني بعض الأحيان يمكن أنا يا أخي مش ضروري تروح على المطعم 15 مرة أو 10 مرات في الشهر، خليهم 3 مرات في الشهر مرتين، ولا تحطه في المطعم حطه لمدرسة إسلامية لابنك يعني. فالموضوع مش فقط، وفي ناس كان اللهم عما بيقدروا لا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي مدرسة واحد، لا تقول لي ما بتفرق، لا تقول لي أنا ابني بيصلي والمدارس العامة وأنا ما شاء الله محافظ على الصلاة. اللي بيشوفه ابنك في المدارس العامة واللي بيختلط فيه واللي بتعرض له كل متوسط ساعتين، انت بدك سنتين لتطلعه من قلبه من عقله، يعني دير بالك. فبالتالي الله يكرمكم، تحدي ضخم جدا جدا. فمدمت قادر ومش مجبر، ثلاثية مدرسة مسجد بيت أساسية. طب فقدت المدرسة، البيت والمسجد بيقوموا كذا. بدخل لك هنا اشي على الخط اللي هو الهوم سكولينج. هنا القانون بيسمح بالتدريس المنزلي، وفي بعض الاحيان جروب هوم سكولينج. انت بكانك الناس اللي عم بيعانوا مثلك، يعني عندهم نفس المشكله اللي انت عم بتعاني منها لسبب ما. اللهم صل على سيدنا محمد. ما دام عم بتعاني من هاي المشكله، بامكانك تجتمع مع اللي زيك، يعني زيك انت فرضا جاي من سوريا، فرضا جاي انت فلسطيني، انت اردني، انت عراقي، انت كذا، وعندك هالمشكله. 4-5 عائلات من عراقيين، 4-5 عائلات فلسطينيه، 5 عائلات سوريين زيك عم بيعانوا نفس معاناتك. اولادكم قديش صار عددهم؟ اولادكم مع بعض كلهم بيجوا 20 طفل على 3 مراحل مثلا، خلينا نحكي عمريه. طيب زوجاتكم كلياتكم يجمع مين متخصص فيهم، مين متفرغ فيكم، مين عنده تخصص. فيمكن نلاقي من 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 العشر عائلات انتو، عفوا 5 عائلات، 5 ازواج وخمس زوجات، منكم العشرة نلاقي 2 يدرسوا رياضيات، ونلاقي واحد يدرس فيزياء، نلاقي واحد يدرس فرضا على سبيل المثال، يلاقي 4 منهم متفرغين 4 ايام في الاسبوع، بنعمل برنامج بيجتمعوا يؤخذوه الان اونلاين. بامكانكم تسجلوا اولادكم باصول المواد الخطيره اللي الناس بيخافوا منها، اللي هم الرياضيات والعلوم بشكل عام واللغه الانجليزيه، ومنهاج اونتاريو على سبيل المثال مقدم اونلاين بامكانك، وباسعار زهيده، وعده مؤسسات عالميه بتقدمه حتى خارج كندا بس مرخصين من كندا. فالموضوع في بدائل اذا انت نويت. فالموضوع مش معقد، لكن اسمه الهوم سكول. لكن انت ببساطه فقط بتبعت ورقه للحكومه بتقول انا ابني هوم سكول، مشان يعرفوا الولد هذا بمدرسه ولا عم بدرس بالبيت وبس. حقك دير بالك، حقك الدستوري يعني. لكن بده تخطيط، بده همة، بده قرار، بده سعي، بده همة، بده توزيع أدوار. وبالتالي أنتم الهوم سكولين بتعطوا لأولادكم أونلاين مثلا العلوم الإنجليزي والكذا، العلوم الاجتماعية الأخرى زائد القرآن والتحفيظ والصلاة الجماعة. بتستأجروا مكان بتروحوا عليه يومين ثلاثة في الأسبوع، بتودوهم على المسجد، بتاخدوهم أنشطة، بتلعبوهم رياضة كجزء من الهوم سكولين. بس بده إيش؟ وأروع ناس محترفين في هذا الموضوع الأخوة الباكستانيين. الأخوة الباكستانيين عندهم يعني تمسك رهيب جدا بتحفيظ اولادهم القران الكريم. فبيسحبوا اولادهم من المدارس بعمر الست سنين، 7 سنين، 8 سنين، والقانون بيسمح لهم، بيعملوا هوم سكولينج، فبخلصوا المواد وبنجحوا، بجيبوا اعلى علامات اولادهم، وبيعملوا لهم برامج. كل 10-15 عائله بتفرغوا، بتيجي مثلا 5 امهات او العشر امهات موزعين، الوحده بيجيها يومين توصيله، تاخذ سيارتها، بتاخذ 5 اولاد معها، بيجيبوهم على المسجد. انا هذا شهدته، عشت جزء منه، شفته بامريكا. انا عشت بامريكا سنه، الان لي 5 سنين في كندا. كنت اشوف في المسجد اللي بدرس فيه والمركز الاسلامي كيف كانوا يتفقوا مع امام المسجد اللي انا كنت فيه يحفظ اولادهم القران بحصه يوميه. فكان 3 سيارات فيها اخوات باكستانيات نزلوا 15 طفل لابسين كلهم تشاديش، كل يوم عندهم حصة قرآن بدهم يحفظوهم القرآن، وبعد ذلك يودوهم لنشاط آخر، وبعد ذلك يدخلوهم بحصة الرياضيات في مكان معين، يعملوا لهم برنامج، يخلصوا السنة، السنتين، الثلاثة، يرجعوهم على بعد 3 سنين مثلا يكون حافظ القرآن أو حافظ الكتب الستة ومتمكن من اللغة العربية، يرجعوه على المدرسة. عادي يعني، باكستانيين عجيبين في هذا الموضوع. على كل حال، هذا حبيت أقول، خطر ضياع ابنك منك تربويا إذا ما حافظت على ثلاثية بيت مسجد مدرسة
الأصل هدول الثلاثة مع بعض، بعد فضل الله وحرصك وتعاونك أنت وزوجتك بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله ربنا يحفظهم. كل ما نقص واحد من الثلاثة صار عندك خطر بقيمة النقص، نقصوا اثنين أنت على خطر عم بدك تعوض في الأمور وكذا. هاي طبعا نصيحة بالعموم، ما عم بحكي بالدقائق التفاصيل، في تفاصيل كثيرة جدا. أحد أخوة الأخوات الآن انتبهت كاتب لي في مينيتوبا مراكز إسلامية، أنا ما غطيت كندا، أقولها لست خبيرا في كل كندا، يعني أنا قلت بشكل سريع، أعطيت فكرة إنه المخير بالسفر أي الإنترنت صار يعطيك كل إشي، الجالية المسلمة وأنت عددها عدد كذا، إلى إذا كنت مخير وصاحب بزنس وصاحب كذا بإمكانك تنتقي. موضوع الثاني الطقس يا أخوي يا أخوات، موضوع الطقس هون بدك تعرف شغلة. كندا الصورة النمطية عنها إنها 24 ساعة طول السنة ثلج، هذا مش صحيح. كندا في فرق بين الولايات الشمالية والشمال الغربي وبين الوسط وبين الشرق وبين الجنوب الشرقي، زي أنا الآن موجود في أونتاريو بالجنوب الشرقي، المنطقة اللي احنا فيها احنا عمليا بوتد كندي داخل في جسم أمريكا، احنا عمليا أقصى شرقنا وأقصى غربنا أمريكا، احنا بهاي المناطق أنا قاعد معكم فيها الآن درجة الحرارة الآن عندي الصبح، قبل شوي صليت الفجر أنا 25 مئوي، تشوفوا الشمس يعني إشي ما بخطر على بالكم يعني مثلا. عندنا حوالي 3 أشهر صيف حلوين مثلا، وعندنا ربيع بجنن، عندنا خريف بجنن، عندنا البرد المزعج القارص جدا جدا جدا، عم بحكي على جزء من انتاريو أنا جنوب شرق اللي هي مناطق الجي تي اي، البرد الشديد المزعج بين شهرين وثلاثة، البرد بالعموم 4 أشهر يعني اللي نتغلب جدا فيه، ناقص 15 ناقص 16 ناقص 25، لكن احنا من الولايات او من المناطق اللي مقبولة، عندنا صيف وعندنا خريف وعندنا ربيع وعاد وعندنا صيف لدرجة الناس بتطلع من جلدها من الحر يعني، ورطوبة والى اخره موجود. في ولايات باقصى الشمال وبالوسط 4 أشهر بيقعدوا ناقص 20 ناقص 25 مئوي وناقص 40، في بعض الاماكن ناقص 55، ففي فروقات هائلة بكندا، في أماكن لا يمكن تقدر تعيش فيها إلا إذا كان عندك هدف آخر، لكن بدك تعرف كل ما كان البرد زيادة كل ما كان في فرص إنك تستأجر أرخص، ركز معاي، وتعيش أرخص وتحوش وتشتري بيت، فهي في فرص سبحان الله في تناسب عكسي، يعني المناطق اللي أنا فيها اللي فيها أكبر تجمع العرب والمسلمين اللي هي بأونتاريو مثلا أو بالجي تي اي، تجمع ضخم جدا عليها طلب هائل جدا، الإيجارات عالية جدا، ثمن البيوت خرافي جنوني مش خرافي، فوق مرحلة الجنون، يعني البيت اللي أنت بتقدره بالعرف المنطقي بالأسعار الحقيقية يفترض ما ينباع بأكثر من 300-400 ألف دولار كندي، يعني انت بتكون محظوظ اذا اخذته بمليون و200 الف او اخذته بمليون ونص، تطلع عليه بتحسه عباره عن ليجو كرتون، يعني اعواد كبريت محطوط عليها شويه هيك طوب مخفف اشي، مليون والكل ليش مليون ونص ما بتفهم ليش، لانه كل العالم بده تيجي هون، ففي تناسب في عمليه الموضوع يا اخي الكريم ويا اختي الكريمه. فالموضوع بدك تعرف انه في عندك ميزه اذا انت مخير، إن يعني اقصد مخير بالاماكن بدك تيجي عليها، وعندك شغلك اونلاين وعندك اطفال صغار وما بتفرقش معاك كثير موضوع المدرسه، لكن بفرق معاك المسجد مثلا وانت اونلاين، وبهمك كثير تشتري بيت وتستقر كخطه، دور على الاماكن البارده، روح لمناطق الوسط والشمال، ساسكاتشوان وساسكاتون والبرتا ادمنتون والى اخره، اذا انت بهمك الجالي وبهمك العدد وطبيعه عملك وكذا الى اخره، طبعا كل شيء بحسابه، يعني انتوا تخيلوا مناطق اللي انا فيها متوسط اجارات البيوت المتوسطه مش الفخمه كثير 3000 ل 4000 دولار بالشهر اجار البيت بدون اي فاتوره، بنفس مواصفات هذا البيت بتروح على مناطق البارده في الشمال، اذا ما بهمك المكان ولا بهم وشغلك اونلاين ومرتاح وبدك المهم اجار رخيص، ممكن تلاقي نفس اللي بتدفع فيه 4000 تلاقيه هناك ب 2000، 50% ضعف او 100% ضعف، وهكذا يعني. فبالتالي موضوع الطقس مش كل كندا، في مثلا اقصى غرب كندا اللي هي منطقه فانكوفر بمقاطعه بريتش كولومبيا بسموها بي سي، بتيجي على محاذاه كاليفورنيا الامريكيه زي لوس انجلوس، ثلوج
بالمعنى اللي احنا بنشوفه ما عندهم، معظمه عنده مطر وجميلة جدا جدا والطقس مريح جدا جدا، لكن التواجد الإسلامي ضعيف، بلد سياحية من الدرجة الأولى، فاللي بيروح بده يروح يكون زي ما بيقولوا فاضي أشغال سياحة، أما بدك تروح مدارس إسلامية قليلة جدا، مساجد قليلة جدا، طقس حلو جدا جدا، لكن بدك تتغلب في موضوع المسجد والمدرسة وغالية جدا جدا جدا. واحد بيقول لي ما هو أنا بيزنس مان وما عنديش أولاد، أولادي كلهم متزوجوا وأنا ما بتحمل البرد وبدي طقس هائل وشغلي كله أونلاين، ما عندي مشكلة لا مسجد ولا مدرسة، بقول له بريس كولومبيا فالموضوع يا أخوة ما في قاعدة عامة جدا، كندا كلها برد خلص انتهى، لا لا لا، في أماكن مختلفة حسب حاجتك الأولى الجالية المسلمة، جوابك أونتاريو. حاجتك الأولى تشتري بيت، روح المناطق الباردة. حاجتك الأولى الطقس وما بتفرق معاك الدفع وما عندك أطفال، روح على بريتش كولومبيا. فهو ما في جواب واحد لكل الناس، لأنه الناس مش ظروفها زي ما قلنا. اللي بيجي لكندا مش كل الناس مطلوبين أمنيا، بس في ناس رقبته راح إعدام إذا ما إجا. هذا أحكامه بتختلف عن اللي جاي ومعاه فلوس ومعاه مصاري ومحوش مئات الآلاف وبده ينتقي مكان مشان يستقر وما عنده أطفال. بيختلف عن اللي عنده نفس الظرف المالي وعنده أطفال صغار بيختلف عن الأولاد كلهم كبار ومتزوجين. فبالتالي في تفصيلات كبيرة جدا. احنا عم نعطي إضاءات يا أخوي يا أخوات، يعني مش أنا إضاءات، أنا ما أنا الآن مش مفتي ولا مسؤول هجرة ولا خبير هجرة، أنا محاضر جامعي، مدرس ومحاضر وبعطي دورات، ولكن جزء من عملي بالإضافة للتدريس الأكاديمي بدرس السيرة النبوية وبدرس القرآن الكريم باللغة الإنجليزية طبعا، وبخطب الجمعة وبعطي دروس وتثقيفية للشباب وللبنات وللصغار وللأهالي كذا بالعربي وبالإنجليزي، بس معظمه الإنجليزي. وجزء رئيسي من عملي بسوي ما يسمى الاستشارات الأسرية وبالردات الخلافات الزوجية. فأنا كثير من الأمور بعرفها من خلال الجلوس مع الخلافات الزوجية. يعني الخلافات الزوجية مشان يحلوا مشاكلهم أو مشان نتوسط بيناتهم نحلهم، نستمع لتفاصيل كارثية منه ومنها. من خلال سماعنا للتفاصيل فبنعرف التحديات الضخمة المالية والتربوية والعقدية والسلوكية بدقائق الخصوصيات. فهذا بيعطيني رؤية على حقائق شو عم بيصير بالناس أكثر من مجرد أني أقرأ والله أخبار على الجريدة ولا كذا إلى آخر. على كل حال جزاكم الله خير، حاولنا إن شاء الله بإذن الله نعطيكم فكرة تصورية. إذا في إشي أجاوبه بشكل سريع جدا جدا دقائق حتى يعني أكمل التزاماتي، الله يكرمكم بارك فيكم، أجاوب عليها. الأخ نافذ بيسأل كيف الطقس بشهر 9 و10؟ 9 و10 بتورنتو أونتاريو، يعني إذا ما ببالغ إذا بقول لك طبعا 9 و10 إحنا بنكون اللهم صل على سيدنا محمد ابتدأنا بالخريف. أجمل، أنا بالنسبة إلي أجمل ما في كندا طقس الخريف، لأنه أنت بكون عندك الشجر اللي 95% منه أخضر. وبالمناسبة كندا الدول رقم واحدة في العالم بالنسبة لكمية المساحة الخضراء لعدد السكان، يعني حجم الخضار اللي بتشوفه بتقول لا إله إلا الله. في سحر إنجاز التعبير ما يشبه السحر اللي ربنا بيعطي له البلد مجرد ما تتحول من الصيف وندخل بالخريف، بتبلش الشجر يتغير ألوانه بطريقة لا إله إلا الله. بتلاقي أصفر درجات، أحمر درجات، خمري درجات، أنت بتطلع على آية من آيات الله في الإعجاز في الألوان. جمال عجيب وطقس جميل جدا جدا جدا، بلبس خفيف بتعيش بين الشهر وشهر ونص وشهرين. هذا بالنسبة لمنطقة ضواحي تورنتو، من أجمل مناطق العالم بسبب ألوان الأشجار. بتلاقي كل مجموعة شجر تاخد لون والألوان درجات، فأنت بتطلع على آية من آيات الله اللي تبقى طول وقت. أنا يمكن أكثر فترة بسبح فيها ربنا الخريف من كثر ما كل شوي سبحان الله لا إله إلا الله سبحان. إيش المناظر الجميلة العجيبة جدا. طيب على موضوع التربية والطقس بس اليوم مخصوص بهذا الموضوع، الله يجزيكم الخير.
اخ ايمن بيسال كيف ممكن اسافر تعلم اللغه. والله اخي هذا بدك تسال مكاتب الاكاديميه والعلميه، انا هذا امر كثير دقائق ما بعرف فيه مكاتب، لانه يعني اكيد في جامعات بتسهل وفي كذا وبتعطوا فيز طالب، انا ما عندي علم فيه صحيح. يعني هذا بدك تسال مكاتب مختصه. اذا ذكروني بعد ما يخلص البث، اكثر من شخص فيكم يكتبوا لي. طبعا اللي بفكر بانه يجي هجره، انا ممكن ارشح لكم واحد من المكاتب اللي تتواصلوا معها، لكن اللي يجي يدرس انا ما بعرف، يعني هذا بدها مكاتب مختصه سامحوني. طيب اي سؤال اخر بسرعه قبل ما اختم، جزاكم الله خيرا. اخ احمد بيسال كالجري او ادمنتون بها مدارس اسلاميه؟ طبعا كالجري مو متأكد كم، لكن إدمنتون ببصم لك، إدمنتون زرتها أنا 4-5 مرات وشفت فيها مدارس وفيها مدرسة من أضخم وأقوى وأظن أكبر مدرسة إسلامية في كندا كلها موجودة في إدمنتون حاليا، وتتبع مسجد الرشيد اللي هو أقدم مسجد في كندا 1932. عندهم مدرسة فيها 1400 طالب، وكلف بنائها من ضخامتها وفاسيلتيز اللي فيها حوالي 42 مليون. عندهم مدرسة جميلة أكثر من مدرسة طبعا، بس يعني إدمنتون فيها، نعم إدمنتون فيها 100,000 مسلم، ومن أكبر مدارسها ومساجدها المدرسة التابعة لمسجد الرشيد، والمسجد الرشيد نفسه والمركز الإسلامي التابع اللي هو للرشيد، فموجود في إدمنتون. كالجري بعرف فيها مساجد كثيرة فيها مسلمين، ما عندي تصور عن، شوفوا يا أخو أنا أعطيتكم إضاءة، هلا الان الانترنت والاونلاين كل شيء، انت بامكانك بس تدخل على جوجل تكتب بس تكتب اسلامك سكولز كالجري، اسلامك سكولز ادمنتون، وتدخل في التفاصيل تتعرف على المدرسه وتفاصيلها ومين القائم عليها وعدد الطلاب واللباس الزي تبعهم وتفاصيلهم واسعارهم كل شيء يعني. وانت انا بعطيك فقط تنبيه، بس انت عبر الانترنت بامكانك تعرف عشرات ومئات التفاصيل زياده بعطيه لك اياها، انا بالعموم بحكي بس. الان الانترنت ما خلى شيء مخبى يعني، الحمد لله، الله يجزيكم خير. حدا عنده سؤال بشكل سريع على اللي حكيته ثم نختم ونودعكم، الله يكرمكم. جزاكم الله خير، ساعدونا في النشر من باب الله يكرمكم، بس نكسب اجر بعض الناس قبل ما زي ما بيقولوا بعض الاحيان معلومه صغيره بتوفر عليك الكثير جدا يعني، من هذا الباب نكسب اجر بالناس ان شاء الله، الله يجزيكم خير. بحاول شكرا استاذ سمير، الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. استاذ سمير تعيش في مانيتوبا، انا معلوماتي صفر عنها الصحيح، فإذا سمحت حط لهم رابط يتعرف على مانيتوبا أو مدارس إسلامية في مانيتوبا، وجزاك الله خير إن شاء الله، نسأل الله أن يأجرك ويبارك فيك. طيب نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فلا تنسوا دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله.